يتجول في طرقات دبي، وهو يصور أنشطة المجتمع ويشرح معالم دبي القديمة ومبادرات أهلها الاجتماعية والثقافية. أيضا بيحمل كل هالإرث التاريخي والمعلوماتي حتى يقدمه بصورة مبسطة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. عم نحكي طبعا عن محمد بن ثاني، الناشط بمواقع التواصل الاجتماعي يلي بيرصد من خلال هاتفه تفاصيل الحياة بدبي وبوث زياراته خارج الدولة أيضا، معرفا بثقافات الشعوب المختلفة. لين يا فتحت عنا مخبز اسمه كوهنور. زين مخبز كوهنور غير المعادلة. ها استوعدنا صمون زين وسلايس شيء عجبه وكيك كيك هذا الصغار تي بعد ما كان طوال كذي كان مربعات هذا من الكيك اللي موجود عنده باتر سكوتش كان عنده شو بعد عنده شو كان عنده شيء شي مثل هذا موجود محمد ومستوى سينما الوطن سينما الوطن مال مارشد مال مارشد كنتوا سينما سينما انا بسالك هذيك الايام شيء كان يبيعون قدام السينما شو كان؟ كنا بطاطا إلى هندي هذا هنود كان يبون خبز يسوون براتا دال يسوون كيما يسوون كل شيء على قواري على قواري قدام السينما راشد من بيفوز؟ ها؟ انتوا بتفوزون؟ الحين ما نشوف انت ما تسوي تيست تبغي تطعم مرحبا يا حمدان كيف الحال حبيبي طبعا يسعدنا ان نستضيف معنا هنا في الاستديو المؤثر والناشط الاجتماعي السيد محمد سلطان بن ثاني. صباح الخير سيد محمد، اهلا بك في دبي هذا الصباح. اهلا، تشرفنا بوجودك معنا بدايه. انت تركت يعني تارك اثر واضح في وسط التواصل الاجتماعي سيد محمد، بس بدايه حابين نعرف منك كيف بدات دخولك الى هذا العالم الواسع؟ البدايه كانت بالنسبه لي سنه 2009. تعرف هذيك الايام كان اللي متسيد لها تويتر. صحيح. اول هو بدا لها شو ودخلنا تويتر. تويتر أول ما تدخل هاتش الأيام كان يطلع لك مسج شو تعمل الحين وين بسير وين عشان يساعدون الناس يسوون تويتر تغريدات. نعم تغريدات. اللي صار إنه مع استمرار تويتر أنا شفت إنه ودخل الانستغرام شفت التويتر مو مكان مناسب بالنسبة لي، أغلب لأنك كتاب وصراع وماش قايل وستوي أشياء وايدة في تويتر. صحيح. يوم اشتهر الانستغرام حولت الانستغرام لأنه في شغلتين أنا موجودة فيه وحسيت أني أول شيء أنا دار السينما عشان كذي أحب القصة الحكاية مثل ما يقولون. الشغلة الثانية أنا مشتغل صحافة طول عمري أشتغل في الكتابة في الصحافة. نعم. الانستغرام هذيك الأيام أول ما بدأت ترى صورة وتعليق. صحيح. يعني هاي الشيء يا على هوايتي ومن هي وبالبداية يوم دخلت الانستغرام كنت أغطي سوق السمك كل الفجر كنت أسير سوق السمك كل يوم الفجر أصور سوق السمك ومن هنا بدأت شهرة الانستغرام وحسابي في الانستغرام من خلال تغطية الأسواق سوق السمك سوق الخضرة سوق الهاشم. بعدين توسعنا إلى سالفة أن أشوف الشخصيات المؤثرة في البلاد خاصة أن أنا رجعت على المنطقة اللي احنا مولدنا فيها اللي هي السوق في منطقة ديرة اللي هو السوق الأساسي اللي في دبي وهناك شخصية التجار الكبار السابقين اللي كانوا موجودين من زمان سويت لقاءات وياهم كيف كانوا كيف لا لأن دبي الله يسلمك من الخمسينات وهي منطقة ميناء نشط. صحيح. والتجارة من كل مكان توصلها. نعم. حبيت أعكس هذا أن نحن مو بنتاج بس الحداثة نحن لنا عمق بعيد في التاريخ بعد. نعم. طبعا تجربة فرجان دبي تعتبر تجربة ثرية وقدرت تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية والتراثية بدبي. اسمح لنا بس نتابع فيديو ورح نرجع نحن وحضرتك حتى نعلق على الموضوع.
أكيد السيارة عالقة. خلاص نيسان طلع تمام، أموره طيبة الحمد لله، الله يعوض الخير. نفخ المطار والجسر كل شيء تمام، توكل على الله. ما نمشي عكس السير. ايه ما يصير دبل دبل طوارئ دبل اليوم نمشي عكس السير عكس السير. انت اليوم ما يمشي بس حق الرياضه تمشي حق شو حق شو خطواتك شو خطوات هذا مال ستبي ايه عشان اغلب ماي السلطان يا اخي حلوه هاي في الليل يوم ارقد انا غالب مني اقوم الصبح شو غالب مني ما ادري يمشي وراقد ما اعرف والله. طبعا الحالة الجوية الاستثنائية يلي عشناها صحيح انها ألقت بظلالها على الامارات العربية المتحدة ودبي، ولكن ايضا اظهرت مدى تكاتف المجتمع بدبي، وفرجان دبي اكبر دليل على هالموضوع. مشروع فرجان دبي تابعتهم اول ما بدوا، كنت فريج الخوانيج فريج النضج الحمر فريج في البداية، تقول هذا مشروع بسيط الهدف منه ان اهل الفريج يرتبطون ببعض، لكن يوم جت الحالة الجوية هاي عرفنا قيمة فرجان دبي. نعم. لأنه كان بسهولة في تكونت العلاقة تكونت المجتمع استوى الإدارة فرجان دبي قدروا خلال فترة بسيطة أن يوزعون الناس يوزعون الواتسابات ويطلعون الناس تطوعوا، يعني العمل اللي عملوه وايد كان مذهل. عشان شيء أنا هالفيديو من حسابهم من حساب فرجان دبي خدته وحطيته في حسابي عشان أشجعهم بشكل أكثر. حلو. لكن الموضوع كله إن اليوم فرجان دبي مو مجرد بس فرجان دبي، هناك خدمات وايد بدت من حكومة دبي تقدمها حق المواطنين، وخاصة بالنسبة لي أنا لأن من بعد التقاعد يعني وايد لاحظت الأشياء، لأن كنت ارتبطت وياهم في صندوق للفرجان، عملوا رحلات خارج البلاد للمتقاعدين من الموظفين في حكومة دبي. جميل. يعني حكومة دبي تقول نحن ما ننسى من عمل معنا، عشان سي أنا صرت وياهم كغطيهم وعشان صرنا جزء من صرت وياهم صرنا سريلانكا وصرنا الهند. نعم. وكل مجموعة كانوا في حوالي 20 شخص. أنا وايد تعلمت من الجروب هذا كلهم خبرات. صحيح. كل واحد اللي مشتغل على 30 سنة مشتغل 35 سنة واستغليتهم بصراحة أقول لك يا جزء من المحتوى، لأن هاي اللي عندهم خبرات. أنا وايد كل شخص قابلته وإذا لاحظته في الهاشمونة تعلم منهم لأنهم يضيفون لها. لا في نفس الوقت هذه الأشياء اللي الحكومة دبي تقدمها وإحنا يمكننا موظفين ما كنا نحسبها. نعم. يعني عندك نادي ذخر حق الكبار للمواطنين. نعم. الحين بيعملون نادي ذخر في ديره، نادي ذخر في بر دبي، وهي عمليه مستمره. المكتب التنفيذي وصندوق الفرجان واللجنه العليا للمواطنين ياس تقدم دور وايد كبير في هالمجال، وانا بصراحه يعني حبيت اني اساهم في وياهم في اني اعكس الجهود اللي هم ياسين تظهر هذه الجهود. نعم. سلط الضوء عليها. نعم. بالضبط. سيد محمد، ايضا ربما لديكم مشروع اخر زرتم فيه الاداره العامه للاقامه وشؤون الاجانب. نحن شوف احنا عندنا مجموعه من الشباب اللي ويانا في الفريج، احنا في فريج الطوال ثلاثه، وكل صبح عندنا نشاط. نسير نمشي على الحديقه، نسير مره في الاسبوع نسير مطعم نتريك. شو رأيك سيد محمد خلينا نشوف الفيديو بعدين نرجع لك نكمل إن شاء الله. الحوار. دعوا يا رئيس العصابة. أسهل العصابة.
هلا خالي فتحك الله بالخير يا اليوم بني عند محمدين بني عند محمد ما يقصر هذه لهم العصابة هالجانج هالجانج مال الفريج مالنا وكنا دائما نسوي لنا أنشطة نصير أماكن نتجول في السوق نتجول في المناطق في الإمارات أحيانا نسافر مع بعض نصير دول الخليج ونستخدم هاي الموسيقى حق حلو الجانج. حلو الموسيقى لأن الموسيقى مال العصابات لا عم بتقولوا بالفيديو انه مين رئيس العصابة لأنه اوريدي مقتنعين انهم عصابة كل مجموعة دائما بتحس فيها رأس مدبر. طبعا قبل ما نشكر وجودك معنا وشرفتنا بحضورك باختصار وبإيجاز نصيحة لكل صناع المحتوى من الجيل الشاب بما انه حضرتك من الجيل المخضرم واثبتت نفسك على مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة لألون حتى يقدموا محتوى ذو هدف. ما ادري كل واحد لازم يحدد له المسار اللي يبغي. إذا ما عرفت تحدد لك هدفك من خلال المجال اللي أنت تبغى تشتغل فيه ما بتعرف كيف لا. لازم لا تحاول تغطي كل شيء ركز التركيز وايد مهم. الشيء الثاني حاول تكون تقدم محتوى له قيمة على الأقل. نعم. الشغلة الأساسية في موضوع المحتوى أنك أنت تحدد. أنا بالنسبة لي تاريخي في الصحافة خلاني ما أكون أنا النجم أنا أصور الناس وأعرض الحكايات. أنت على كيفك في ناس اللي أتشوف الناس اللي يشتغلوا في التلفزيون وهذا كانوا يصورون نفسهم أكثر لأن تعودوا على الكاميرا. على الكاميرا أنهم في اللي دخلوا في الإعلام في الصحافة وهذا لا هم يصورون هم خلف الكواليس لأن الحدث أهم من الشخص. حابين نشكرك كل الشكر المؤثر والناشط الاجتماعي السيد محمد بن ثاني شكرا لوجودك معنا ونحن من متابعينك. الله يحفظك مشكورين لك. مشاهدينا فاصل أول بحلقتنا لليوم وراجعين من بعده خليكم معنا.